بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. لما نقرب من ربنا ونسلم له كل أمورنا في الحياة، يبقى سبحانه حاسبنا وسندنا، وكل هدفنا إننا ننول عفوه ورضاه. نفهم معنى القرب والحب، وإزاي نطمن قلوبنا وإحنا دايماً معاه. مفيش قلق ولا خوف من بكرة طول ما إحنا معاه ودايماً في حماية. نخاف من زعله لو فكرنا يوم نخلفه أو نغلط ونقصاه. ولما نيجي نقرب أكتر ونسجد له في كل صلاة، هندعي ونقول يا رب اكتبنا من عبادك المتحبون في جلال الله. مين هم المتحبون في جلال الله وازاي نكون منهم؟ تفاصيل مهمة جدا هنقولها النهاردة ان شاء الله مع فضلت الشيخة عويدة عثمان امين الفتوى بدار الافتاء المصرية، وان شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلة. فضلت الشيخ سلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ينده ويقول اين المتحبون بجلالي. نعم. هم مين؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فمبدأ تحب الأجساد وتلاقي الأرواح هي مسألة إلهية من عند ربنا، من عند ربنا. كررها القرآن الكريم وبينها عندما قال مبينا منته على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم عليه أفضل الصلاة، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله. إذن مسألة تأليف القلوب وتلاقي الأرواح والمحبة هي من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن ترد الجميل. إن كانت تلاقي الأرواح منه، وإن كانت المحبة منه، وإن كان الوفاق بيني وبين فلان منه، يبقى لابد أن نلتقي عليه على الله سبحانه وتعالى. عشان كده ساعات بنقول لبعض سبحان الله ربنا جعل حبك جوه قلبي أو حبك جوه قلبي. نعم. سيدنا عبد الله بن عباس جالس فواحد جاي من بعيد قال هذا الرجل يحبني. قالوا له وكيف علمت بهذا؟ هذا أمر قلبي. قال لأن قلبي يحبه. إذن هذه هي الأرواح التي تلاقت، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن نعمة الله علينا أن نتلاقى وأن نتحاب، فكان محبة لله بين الزوج وزوجه تدوم، محبة لله بين الأخ وأخيه تستمر، محبة لله بينك وبين زميلك، بينك وبين من تعرف أو من لا تعرف. إذا كانت لله لابد أن يبقى لها أثر في القلوب، اللي هي الرحمة والود اللي بيبقى جوه القلوب. إني أنا أحبه لا لمصلحة دنيوية. أبو محمد الجريري بيقول عبارة خطيرة قوي، يقول تعارف الناس في القرن الأول على الدين، كان فيه تآلف الناس على الدين، ثم رق الدين فتعارفوا أو تآلفوا على الوفاء، ثم ذهب الوفاء فتآلفوا على المروءة، بدأوا يعرفوا بعض ويتقاربوا بالمروءة، فذهبت المروءة فتعارفوا بالرغبة والرهبة. هذا اللي احنا ممكن نقول وصلنا ليه الآن، بالرغبة والرهبة. ليه؟ أنا بعرف فلان وأحترمه لأني خايف منه أو عايز منه حاجة مصلحة، فضاعت المحبة لله بيننا. ده كمان ده بيتكلم فيه في القرون الأولى المفضلة، ما بالك بقى دلوقتي. لذلك نقدر نقول الآن من يحب أخاه لله؟ هذا نادر. مين اللي بيحب فلان ده لله؟ ومين اللي يقدر يقوم بواجب المحبة لله؟ ده الواجب اللي هو إيه بقى؟ واجب المحبة لله أن تتبادل معه من مالك إذا ما طلب، أن تقف جنبه يعني. أن تواسيه، نعم، أن تكتم سره، إنك أنت يعني تكون واقفا معه مؤازرا له فيما ينزل به من طمات الدنيا. أحد الصالحين لما دخل عند صديق له فجاب الخادم، قال يا خادم ائتني بماله، راح جايب زي ما نقول كده المحفظه بتاعته، فاخذ منها ما اراد وخرج. فرجع صاحبه فبيقول للخادم في حد جه قال له فلان، قال هل قدمت له شيئا؟ قال لا، ولكن اراد محفظتك، اراد الاناء او الوعاء او الشيء اللي انت بتشيل فيه المال بتاعك، فاخذ منه وخرج. قال الحمد لله الذي جعل اخي ياخذ من مالي دون ان يسال. ليه بقى؟ ما سالش يعني ايه؟ يعني بينهما من الحب ان هو ما يقولش لاخوه انت خدت ايه وما خدتش ايه، والثقه. اذا في دلوقتي كده حتى ما بين الاخوه الاشقاء لا يقول له استاذني الاول قبل ما تفتح حاجتي. يبقى اذا احنا مش عارفين معاني الحب. معاني الحب وقعت بين الحبيبين رسول الله وابي بكر، وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر، وقعت بين ابي بكر وعمر، وقعت بين المهاجرين والانصار. هو ده كان الحب الصحيح الحقيقي. اما الان نقدر نقول يعني هو حب يعني
بين بين إن لم يكن مزيفا. طب إيه الحب اللي كان بين الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر الصديق؟ ترجم الحب في الوفاء الذي عاش به أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا والسلام. أبو بكر في الوفاء إن كان ما كان يستريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة إلا أن يذهب إلى بيت أبي بكر ويجلس عنده. ترجم هذا عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من فرض واحد فقط هو الصحابي الجليل سيدنا أبو بكر أن يصحبه في الهجرة. ترجم ذلك عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وأبو بكر رأى أن رسول الله فيؤذى ربما من فتحة في الغار يخرج منها حي أو نحو ذلك، فرح سادت كما تذكر كتب السيرة، سدها بقدمه فلدغته الحية، الحية تلدغ فيه وهو ورسول الله ينام على رجله ولا يريد أن يوقظ رسول ما الله ما يتحركش حتى قام رسول الله فوجد يعني تعبا وعناء أصاب أبا بكر مما رأى من لدغ الحية له. فإذا هو ده الحب الذي كان بين سيدنا أبو بكر وبين سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. مدام رحاب. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت ما تستوريش الفرحة وأنا فيها بقالي سنين عايزة كمان. نورتينا. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. تفضلي. أنا سؤالي الإنسان لما بيحب حد في الله حب في الله بس اللي منك بقى هو اللي يجرح يتعاير على لقمة كلتها معاه أي شيء فالواحد تعبان نفسي. أنا تعبان، أنا من كتر الزعبة جاتلي جلطة ما بقدرش أتحرك. ليه تلاقي من الحب اللي انت بتحبه تلاقي القسوة؟ حد قريب من حضرتك صلة رحم يعني؟ بنتي واخت. مين؟ بنتي واخت. بنتك معاكي ولا مع اختك؟ مع اختي. يعني المشاكل بين بنتك واختك؟ لا انا واختي بنتي اتدخلت. جت في صف اختي. عليكي. طب هو انت ممكن تحكي لنا الموضوع؟ ممكن تكون حضرتك فاهمه غلط ولا مش حابه انك تحكي؟ لا مش فاهمه غلط. انا عشان قلت كلمه الحق. مرات اخويا شايله امي تعبانه. تمام. شايله امي فبقولها كتر الف خير. كتر خير ان هي شايله امنا. طبعا. في وقت اللي احنا المفروض اللي نشوفها فيه وهي تعبانه. تمام. اتهنتي بقى منها واتشتمت واتبادلت من اختك. فجيت بنتي في صفها. تعبت نفسيتي، تعبت جامد، اعصابي تعبت لان انا مريضه سكر وضغط وقلب. سلامتك الف سلام. الله يسلمك. الله يسلمك. وفي شهر رمضان شفت سيدنا موسى. شفت رؤيا روح اللي انا راكبه مركب وايديا اليمين فيها برق من السماء وايديا الثانيه فيها ميه. عايزه انقذ المركب مع سيدنا موسى. بقيت اقول يا رب تتعاري ايديا الثانيه دي اليمين يبقى برق من السماء والثانيه تبقى ميه. طيب. فانا تعبانه نفسيا. سلامتك الف سلام. سلامتك ألف سلامة. حاضر. تبين يا مدام رحاب، يمكن لما بدأنا كلامنا وحضرتك كنت بتقول إن القلوب يعني بيبقى فيه تقارب بينها وبين بعض وفي ائتلاف بينهم وبين بعض، وإن الشخص اللي من جوايا بحبه لابد إن يكون بيبادلني نفس المشاعر، طبعا مع اختلاف الوضع اللي هي بتتكلم فيه لأنها بتتكلم في أختها، وده اختلاف في موقف معين أنتوا اختلفتوا فيه مع بعض. ده مش معناه إن أختها بتكرهها أو إنها ما بتحبهاش، ولكن هو اختلاف ردود الأفعال في الموقف. هي القضية ان احنا لما بنختلف بنخاص ونهجر ونقاطع. ودي مشكلة تحدث بين الارحام، عشان كده بتأثر او في النفس. ان انا لما اختلف مع اخويا طب ليه اقطعه؟ طب ما عادي جدا، ما احنا لازم نختلف، وانا لازم اختلف مع اخي اللي انا بحبه في الله، لازم اختلف مع زميلي في العمل. هل معنى ان انا اختلف اقطعه؟ احنا ليه فاهمين الصحابة اختلفوا رضي الله عنه، ولكن ما سمعنا انهم كان بعضهم يقاطع بعض، ولكن كان الواحد منهم يلتمس الأعذار لأخي. أنا ألتمس له العذر وأذهب إليه عندما يقول أنت ليه قطعتني؟ أنا لما اختلفت معك مش بختلف معك لأني بكرهك، بس دي وجهة نظري ودي وجهة نظرك. فإحنا ما عندناش أدب الخلاف. فأدب الخلاف المفروض يظهر وبصورة أكبر عندما تكون هناك أو يكون هناك تراحم في صلة رحم بيننا. يبقى لما اختلف مع اخويا، اختلف مع اختي، اختلف مع قريبي، ما اقطعوش. ليه؟ لان هي الله جعل الاختلاف في الكون سنة بين الناس، فإحنا لابد أن نعرف أدب الخلاف لأن بيترتب عليه قطيعة للأرض. صحيح. نعم.
طيب خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخة ويدا عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد أم أحمد. أم أحمد اتفضلي. ازيك يا مدام لمي؟ الحمد لله بخير. بنحبك قوي وبنشكرك على البرنامج الجميل. ربنا يخليك يا رب، نورتينا. بنحبك الشيخة ويدا قوي والله. ربنا يكرمك. اتفضلي يا أم أحمد. حضرتك الشيخة ويدا. اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك. انا عايز اسال بس سؤال، وانا خارجه وكده، فانا لازم ان انا اقول لزوجي، مع انه يعني ما بيعرف حاجه زي كده مش بيقول لي حاجه، يبقى عارف يعني انا رايحه فين او كده، في ثقه يعني، بس بقول له مثلا بعد ما باجي يعني. نعم. ولكن هو مبدئيا ما بيعترضش يعني، ما تخرجي لا لو عارف مش بيعترض. حاضر. طيب حاضر. عندك اي سؤال تاني يا ام احمد؟ عايز اعرف بس لو في المعصيه، ان انا لو نسيت، انا يعني انا ما بنسى وبتكلم مثلا على حد، بتجيبي سيره حد يعني؟ نسيان بس برجع اندم ان انا اتكلمت. بتجيبي سيره حد تقصدي؟ اه. حاضر. طيب تابعينا يا ام احمد. احلام كان ليها سؤال على الرؤيه اللي هي شافتها او الحلم اللي هي شافته، واحنا الحقيقه ما بنفسرش الاحلام. نعم. في البرنامج، ولكن ولكن هو احيانا الانسان عندما يرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، يرى نبيا من الانبياء، يرى صالحا من الصالحين، يرى انه يقرا قران، يرى انه يذكر الله، يفعل خيرا، يطعم، كل دي بشارات بالخير. فإذا ما رأى الإنسان ما يسيئه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يعني يتشائم من رؤيتها، من رؤية ما رأى. وإذا ما رأى ما يسره عليه أن يكتمها في نفسه ويسأل ربه أن تكون خيرا. ولكن في بعض الناس بيبالغوا جدا في الرؤى، فتلاقيه ماشي بالرؤية بتاعته اللي شافها عمال يقولها للناس كلها، يقولها للناس، يقولها لده، وعايز ده يفسرها له وده يفسرها له، وكأن الرؤى والمنامات أصبحت تسير حياتنا. فأصبحت بتسيطر على الناس مسألة السحر، مسألة الحسد، مسألة الرؤى. الحقيقة أن الناس ديت، وهذه الأشياء كلها هي تنافي التوكل على الله وتفويض الأمر إليه. صحيح. نعم. طيب أم أحمد بقى، موضوع الاستئذان، أن هي لابد أنها تستأذن من الزوج ولا؟ نعم. لا، أحيانا بعض الناس بيعطي لزوجته إذنا عاما ضمنيا كده، عارفة انها بتخرج بتروح مثلا تشتري حاجتها وترجع، مش محتاج ان هي تقول له كل شويه، المشاوير البسيطه بالضبط اللي هي متعارف عليها، وهو خلاله. يرضى منها ذلك، واهم حاجه شوفي كلمه يرضى ذلك، يثق فيها، ما بتحصلش مشكله، حتى لو خرجت كل في اليوم كم مره، عارف ان هي بتخرج وبتيجي، طالما الامر مستقر خلاص. طب هي عارفه زوجها؟ لا، ده بيحب يعرف هي بتروح فين وتيجي منين، يبقى ما تتحركش الا ما تقول له يا فلان انا رايح المكان الفلاني وراجع. يبقى إذن ديت بتعريفه، تعريفها المرأة من طبيعة المعاملة مع زوجها، طالما الأمور مستقرة خلاص. طيب لما بتنسى أحيانا وهي قاعدة في قاعدة، فتجيب سيرة غيرها بعد كده، تقول أو تندم إنه أنا ليه جبت سيرة فلانة أو اتكلمت عنها. نعم. وكأن الشيطان يزين لنا حلاوة الكلام على الآخرين، كأن الشيطان كده يقعد يزين لينا وإحنا بنتكلم، يقول لك ما تتكلم على فلان كده، خده في طريقك كده وانت ماشي. فنحب نذكر دائما، بنتلذذ والعياذ بالله بذكر عيوب الآخرين وانتقاص مقدارهم. ليه؟ مش عارف احنا ليه بنحب ان احنا ننتقص من الآخرين، وكأن هي نفس الإنسان عايزة تظهر على الآخرين، يبقى انا عايز اظهر مكانتي بانتقاص الآخر. طب والمكانة والأمور والانتقاص والنقص اللي في الإنسان ده منين؟ ده من عند الله سبحانه وتعالى. هو فلان لو فيه نقص او فيه شيء، هو خلقة الله فيه، هو رزق الله فيه هكذا. طب لماذا أنا أذكر عيبا أو شيئا جعله الله فيه؟ طيب ما فتش في نفسي، يمكن ألاقي عندي أنا، ولو كشفت هيبقى اللي عندي أكتر من أعظم اللي عنده بكتير. وده لازم على فكرة، أنا مصلا مش في ناس كتيرة يعني عيوبها ما تبانش لنفسها، بس سبحان الله كما أظهرت عيوب الآخرين وبينت انتقاصهم، غيرك يظهر إلى عيبك ويبين انتقاصك أمام الآخرين. الجزاء من جنس العمل، دين تو دين. بالضبط. فلذلك بنقول الإنسان لما أول ما يلاقي نفسه لا يذكر الناس بالخير، وما يحاولش أبدا إن هو يجري ورا الشيطان ويذكر عيوب الآخرين. جري ورا الشيطان واتاخد في الرجلين واتكلم. يستغفر ويتوب ويندم ويذكر من ذكره بسوء يذكره بخير. أنا قلت ده فيه وفيه وفيه صفات مش كويسة، لا، أقول يا جماعة ده فيه صفة جميلة وفيه صفة جميلة. وهذا ليس معناه إن أنا أذكر العيوب وأذكر المحاسن، مش معناه إن أنا كده بقى عدلت يعني، بقى أنا كده إنسان عادل يعني، إن أنا بذكر عيوب ومحاسن، لا، أنا ما أذكرش العيوب خالص وأتغاضى عنها، وأذكر دائما محاسن الآخرين حتى يذكر الآخرون محاسناي.
او اسكت او اسكت افضل. طيب ناخد ام محمد. ام محمد اتفضلي. السلام عليكم. ازيك يا استاذ؟ عليكم السلام، اهلا وسهلا بيكي. انا لو سمحت عايزه اسال الشيخ سؤال. اتفضلي. نعم. انا ست كبيره عندي 70 سنه. هي مرات ايه مرات ابني، حاولت معاها بقى لها 15 سنه، هي شريره شويه كده بتسيبني وبتبهدلني وكانت داخله تضربني. وايه؟ وكانت داخله قبل كده تضربني في الشقه لوحدي وصوت والناس اتسمت عليا. دي مرات ابنك؟ مرات ابني الكبير. طب وهي بتعمل مع حضرتك كده ليه؟ هي خلقتها كده، ما بتحبش الحموات، وانا في عيشه لوحدي وهي في عيشه لوحدي، بس هي شريره كده. يعني انا كنت نشرب مثلا بطانيه في امي تقطع دلقى عليها ميه، تدلقى عليها ميه اللي هي تعلمك الادب وتنزل تضربني وتسلمني. هي كده خلقتها. وابنك فين؟ وابني كان بره، كان بره في الجنوب. فلما جه وانا بدأ اتصل بيه اقول له ما بقاش يحل مشاكل، ما بقاش يعمل حاجه، لازم قادر عليك. يعني ابنك بيبقى عارف ان مراته دخلت عليكي هزقتك وضربتك وبيسكت؟ لانه مش قادر عليها، لانها بتبهدله هو الاخر وبتسيبه هو الاخر ومحتار فيه. ايه ده؟ هي كده خلقتها كده، واهلها عارفين ان هي كده وطبعها كده، واحنا مكنونين عنها. خلاص احنا مكنونين عنها بقى، وقلنا ما نكلمهاش في اي حاجه ولا في اي نتجمع معاها في اي ظروف. هي مع حضرتك في نفس البيت؟ نفس البيت، بس هي في الدور الثاني وانا في الدور الارضي. مسنونين عنها كلنا بقى، واولاد البنات مسنون عنها، وبتشتم اولاد البنات لما يجوا هنا البيت يجوا لي تشتمهم، وكل مسنون عنها لانها بتقصى شويه، فاحنا مسنون عنها. فاولادي لانها مالها؟ قصى شويه، بتقصى يعني بتشتم قوي، بتشتم. فبتبعدوا عنها؟ فبنبعد عنها عشان تشتم، عشان ما تشتم سنه طويل وبتشتم، فبعدين عنها كلنا في الدنيا. فاولادي مثلا واحده بنتي هتزوج ابنها، مش عايزاها تحضر عندي، مش عايزها تحضر. هو بقى ابني عايزها تحضر معاه، فقلنا له لا انت تحضر انت ولادك. وهو قال لنا ايه؟ ادعوا اولادي وبلاش تدعوا امهم، بتبهدلكم بلاش تدعوا في الاول. قلنا له ماشي. فبدانا ندعي اولاد، فبدا ثاني يقول لا ما تدعوش اولادي الا مع امهم لانهم عايزين يحضروا مع امهم. قلنا له لا امهم لا، فاشتمنا وبتبهدلنا بلاش ما تحضرش معانا. عشان ايه؟ قام قال طب حضرت فرح اخت انا بقى وبنتيه. فقمت انا قلت له ولا تحضر فرح اختي، مش انا بنت مثاني، اختي دي تبقى اختي، ابويا هو ابوها، ابويا اللي بنشتم هو ابوها اللي بنشتم. قام هو راح شتمني وشتم ابويا. ابنك شتمك؟ راح شتمني هو راخر، يعني ما بتقول لي ما نمشيها، مش انا ابويا اللي بنشتم. قال لي منعون ابوك من الطرق. تمام. هو راح، هو مكنون عني دلوقتي. انا حرام عليا دلوقتي ابقى انا اقطع ثلاث رحمي ولا اعمل معاه ايه؟ حضرتك ما بتكلميهوش؟ هو ما بيكلمنيش، هو اللي بيفوت عليا طالع نازل ما بيقوليش سلام عليكم ولا بيكلمني، وانا ساكته بقى خلاص. بقى له قد ايه كده؟ بقى له شهرين. بقى له قد ايه؟ شهرين. طيب حاضر يا ام محمد. والله احنا بنسمع، انا مش عارف الحقيقه، يعني انا مش عارف اقول ايه. والله ما بنبقاش يعني فعلا عارفين يعني نقول ايه. ده هو يبقى اصبح كمان ده مراته. على فكره انا كنت هقول لحضرتك وكنت اقول لها، هي مراته ما عملتش كده من فراغ، مراته عملت كده لما شافته هو بيستقل امه. شايفها قليله قدامه. لذلك يعني اتجرأت. جرأت. بتقول لك متجرأة عليها وعليه وعلى الناس كلها، مش حد عارف يوقف. هو منه، هو اللي يشيل كل ده. طبعا هو اللي يشيل. هو لو من الاول قوي واول ما اتزعلت امه ياخدها عند اهلها. طبعا الام دي مش انا اروح اتجوز واحده تيجي تهزق في امي اللي ربيتني. ما كانش تتادب مع امي، ما اقولهاش، لا اقول لها اخدمي امي ولا اقول لها، ولكن يبقى في ادب يا ستي، ما تختلطيش بيها. عايزه ابشرك بحاجه هي جت في دماغي دلوقتي، وهي بتقول انها بترمي الميه على السجاد وبتقول لها انا هعلمك الادب، هيترد لك نفس الموقف، هتعيشي نفس الموقف مع مرات ابنك، برضو هتعمل فيكي نفس اللي انت عملتيه في حماتك. ده صحيح، والجزاء من جنس العمل، ولكن هو الدور الاكبر في التربيه وفي الاتيان بحقها هو الابن، ولكن واضح ان هو للاسف مش هيجيب حق ولا حاجه. فيا حاجه احتسبي امرك عند الله. انت لو ما كلمتوش يا حاجه ما عليكيش حاجه، لانك هو اللي محتاجك مش انت اللي محتاجاه، هو اللي محتاجك يرضيكي وترضي عنه وتدعي له. والا لو انت ما دعيتلوش وسامحتيه هيشقى في الدنيا والاخره، هو والانسانه اللي معاه ان شاء الله. المتحبون بجلال الله. نعم. هيفوزوا بايه يوم القيامه؟ في ظل الرحمن. الله. يوم لا ظل إلا ظله، وهذه أعظم عطية، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها من هؤلاء السبعة رجلان تحب في الله فاجتمع عليه وتفرق عليه. وجماعة لما نقول رجلان مش معناها لا، وسيدنا النبي كأنه يخاطب الأغلبية، وإلا
النساء شقائق الرجال. يعني لو عندك أخت بتحبيها في الله، صديقة بتحبيها لله، الاثنين هيبقى نفس الأمر، وتكون المحبة لله مش قاعدين عشان النميمة وعشان ننقل الكلام ولا عشان بنوافق بعض على بعض الهوى، لا ده احنا بنحب بعض في الله، بنجتمع على ذكر، على تلاوة قرآن، على عمل خير، هذه كلها محبة لله، سواء بين امرأتين أو بين رجلين. طيب نعم. حضرتك بتشرح كده هما هو عبارة عن إيه؟ قلنا أنه الناس اللي بتحب بعض من غير ما يبقى فيه مصلحة، نعم. اللي يقفوا جنب بعض، اللي يودوا بعض، اللي ياخدوا بالهم من بعض، اللي نعم. يكونوا سند لبعض، نعم. الدنيا تلاهي واخده الناس من بعضها، مش بس الناس القريبين من بعض، احنا كمان كأهل وأسرة هتلاقي ما بقاش فيه التواصل اللي كان موجود قبل كده، رغم انه قبل كده وسيلة التواصل بيننا وبين بعض كانت تقريبا مش موجودة للمسافات البعيدة. النهاردة كل التكنولوجيا اللي ظهرت قربت كل الناس اللي في أبعد المسافات، ومع ذلك في بعد بيننا وبين بعض. الناس دول برضو نعتبرهم متحبون في جلال الله؟ يحبني بجلال الله عندما يعني لا يصل منه أذى لي، لا يؤذيني ولا آذي، يتمنى لي الخير وأتمنى له الخير. إذا إحنا التكنولوجيا قربت ولكن القلوب تباعدت. صحيح. ليه؟ لأن التكنولوجيا لما شغلتنا. قربت شغلتنا وخلتنا ماديين قوي، وكأن كل حاجة الوقت عندنا مادة. أنا بعرف أخويا ونزعت العواطف من القلوب. يعني لو واحد الوقت واحد بيقول لي أنا أول أخويا ما بيخبط علي بعرف أنه جاي في حاجة، هدي المصيبة. إيه يعني لما أخوك ابن أمك وأبوك يجي لك في حاجة، طب أمال بقى هنعمل إيه في الأخوة؟ يروح لمين؟ هيروح لمين؟ صحيح. يبقى إذن لابد أن احنا نعيد يعني تنظيم حياتنا تاني مع الله سبحانه وتعالى في محبة بعضنا لبعض. صحيح. نعم. نورتيني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. هروح مع بعض.